في الوادي. تبعد شوية بس زي الفل. نقرب باب العربيات. احمد تعالى بسرعة، تعالى عشان الفرنار قدام. اي كسر في الازاز توضح على قد ما تقدر. لف وراها، لف حواليها عشان تخش على العربيه اللي بعدين. هات البرادي. بس زي الفل. توسع شوية. ايوه. عشان تبتدي مفصصة. ماشي؟ بس. هننزل ونطلع ناخد الكوش كده ونخش على جوه. ماشي؟ كمل كم زي. بص واحنا نازلين بعد اذنك هناخد الازاز ده. بعد كده الطلقة دي. سنة 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 سنة. ركز لك الطلقة دي بعد اذنك. الطلقة دي. ايوه ايوه. برنس يا حمد. معلش بقول لك يا حمد. بل كم حتة دول. ايوه.
وصلنا مش الحته دي. ايوه اللي بقى بعد اذنك هات الحرف الكوش كده الواجهه دي. خد بالك احنا لسه هننزل تحت. رايح يا استاذ هاني؟ صحت شوية؟ نور لك؟ ثانية واحدة. أكرم عمرك. ممكن حد يمسك الشغل؟ هات هات. جايبك كده؟ ممكن تقرب معايا يعني؟ ارفع الدولار كلها. اه كده تمام. تطلع سنة كده جايب نوار ايه نوار اذنك باشا ازيك يا باشا عامل ايه الله يخليك تعمل ايه يا عم تعمل ايه يا باشا ازيك يا باشا انا بقول لي كمل معاكم انا كده خلصت يا باشا العربيات وخلصت الحاجات دي وخلصت ايه يا مصطفى الدرك الدرك هنطلع بيه سنة سنة زي الفل. هجي لك. بعد اذنك عايزين بتكسر ازازتك. ناخد شوية شوية. شوية شوية. بص على الزبدة بعد اذنك عشان تجيب الحتة اللي جاية. ايوه. بص ده. بص زي الفل. بعد اذنك بقى عايزين الازازة في الارض. مش كده. كده ايوه ماشي 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 شغل شغل نرجع بقى للنقطه بتاعت التركيب اللي تحت باقي الواجهه اهي لقطه عاديه كده من المنظر ده ما اعرفش